صباح الخير جميعا. أنا اسمي الدكتور سيد محمد الأبير عبد المقصود، استشاري نساء وتوليد، زميل الكلية الملكية من لندن. يسعدني أتكلم معاكم في موضوع هام جدا وهو شائع حاليا، كيف نولد المريضة طبيعي بعد عمل قيصرية سابقة. القيصرية السابقة كان في زمان قول مشهور، اللي هتعمل قيصرية تعمل دايما قيصرية. ده طبعا خطأ، واحنا حاليا ممكن نولد طبيعي بعد قيصرية، ونسبة النجاح في الطبيعي بعد قيصرية up to 70%. طيب هل كل الأماكن متاحة نعمل فيها هذا العمل؟ لا، لازم يكون مكان فيه طبيب أطفال، طبيب نساء، طبيب تخدير، بنك دم، أجهزة على أعلى مستوى، بحيث لما احنا لو حصل أي مضاعفات أثناء الولادة الطبيعية ممكن ننتقل فورا إلى ولادة قيصرية. في جهاز اسمه رسم قلب للجنين، ده بيتحط على بطن العيانة طول فترة الولادة. لو حصل أي مشاكل فيه بنحول من طبيعي إلى قيصري. إذا نواحي الأمان موجودة أثناء محاولة الولادة الطبيعي بعد ولادة قيصرية. في خطأ شائع هنا، بعد ما تولد طبيعي المريضة الطبيب يخش يدخل صباعه يبص مكان القيصرية السابقة هل كويس ولا لأ. ده موضة قديمة جدا بطلنا نعملها دلوقتي، طالما العيانة ولدت والمشيمة انفصلت ومفيش دم ومفيش مشاكل لا داعي إطلاقا إن احنا نعمل حاجة زي كده. أنا بشجع كل زمايل الأطباء إن بعد الولادة القيصرية نحاول نولد طبيعي عشان نبتعد عن الكابوس اللي اسمه بلاسينتا أكريت، اللي هي المشيمة المدمجة الملتصقة في الرحم. ده أول موضوع مهم نتكلم فيه.